بليلة كان القمر وحده سهران زهقان، التفت صوب سطيح الدير الجبتة الفوقانية مطرح ما سهرانين ناس عم يحكوا سوا. اتسمع عليهم بحشرية، حسن رايحين على مطرح حلو، سمع انهم عم يفكروا كيف يشكروا هالقديسة بمناسبة يوبيلا المئوي. كانت الكهرباء مقطوعة، سهر القمر معهم وبدون قصد ضوالن سهرتهم بنور الشكر اللي ضوّل القلوب والعقول. كيف ممكن نحكي عن قديسة مثل رفقة؟ شو بدنا نقول عنها؟ صحيح تقدست بالألم، بس لو وصلت إنها تطلبوا مرقت بفرح كبير ليلة من الناس بيعرفوه. رفقة بقدر ما عاشت الألم عاشت الفرح وأكتر. ما بدنا نعمل مسرحية عن ألم رفقة بس، هيك قالت الأم الرئيسة ووافقتها الأخت مرانا. وكان شرب الروحانة ساكت عم يسمع وسأل حاله، أنا شو دوري بهالعمل؟ معقول لحن نصوص روحية أنا اللي صلاتي صمت وشكري نغم؟ بعد نقاش قصير حول تكريم رفقة بعمل مسرحي، صرخ جورج خباز لقيتا على المسرح ثلاث شخصيات، رفقة، الألم والفرح، وكل الوقت هالقديسة عم تحاول تصالح الألم والفرح المتجسدين بشخصيات على المسرح. الكورس بالخلفية بيمثل 100 سنة من رعاية رفقة، وأوركسترا سيمفونية عم تمجد الرب من خلال عزفها المباشر مع وجع وفرح هالقديسة. اتركوني اكتب، أنا رايح على ميديغوريه وراجع. وهيك صار، رجع جورج خباز من ميديغوريه صيف 2013 معه مسرحية رفقة بحبكتها وحواراتها وكلمات ترانيمة وأغانيها. وبلشت خلية النحل تنغل بإدارة الأخت مارانا ورهبات الدير وبركة الأم الرئيسة مرتا. وطبعاً وقع الاختيار على صوتين من أحلى الأصوات ومين غيرهم، رفيقة الدرب لينا فرح وبنت الدير رفقة فارس، شخصين التزامهم الروحي ندهم صوب هالعمل. الألم والفرح جسدوهم طوني معركش وجوزيف ساسين، وطبعاً جوقة القديسة رفقة اللي هي أساس العمل والملهم الأكبر كانت العمود الفقري للمسرحية. بلشت التمارين والتحضيرات والقراءات مع توجيه صارم من جورج خباز. بهالوقت شرب الكمش العود مثل اللي عم يعزف لأول مرة، صلى بأوتاره ع كلمات وعد بقلبه حنين وعطش للتعبير للخالق. وبزيارة خاطفة لدير الجربتة عالق مرسال خليفة بشبكة رفقة وقبل بدون أي تردد أنه يلحن ولو لحن واحد بالمسرحية. وكانت على درب ألامك اللي اختار مرسال خليفة من عدة نصوص كتبها جورج خباز، وبسرعة كبيرة كان اللحن حاضر كأنه جاهز من سنين طويلة مخبى بقلبه وفكره وناطر الوقت المناسب والمكان اللي بيليق. وهيدا اللي صار، الوقت مئوية رفقة والمكان ضريحة القديسة اللي عم تشفي وتصالح الناس مع أوجاعها وخسارتها وتشارك كل اللي عم بيزورها فرح الإيمان. خالد مزنر جار الدير اتأكد إنه رفقة جارته بالسما وقدم لها للعذراء يلي كانت ملهمة رفقة لدخول الرهبنة لحن بليق بتكريم أم الكل. وكان هاللحن حاضر من زمان ليحضر هلأ بكل جماله وعنفوانه كأنه خلق لهالمسرحية. رجع مارسيل قدم موسيقى الدخول ولحن بدون ما يعرف ليش لحن تالت لهالمسرحية، وكأنه رفقة خطفته بحنيتها مثل ما خطفت شربل وخالد وجورج. من بعد ما تلحنت كل الترانيم والموسيقى المشهدية من قبل الأخت مارانا ومارسيل وشربل وخالد، شارك بالتلحين كل من لوقا الصقر، إلي حردين وجورج خباز، كما وأنه قام بتوزيع الموسيقى إلي حردين ولوقا الصقر يلي رغم عمرهم الشاب أثبتوا حرفية عالية ومستوى عالمي سحر كل السامعين. لينا فرح سكنت رفقة ورفقة سكنتها، غنت بصوتها السماوي وقدمته لهالقديسة ومثلت الدور بشكل محترف بالرغم من أنه كان دور التمثيل الأول على خشبة المسرح. مثل رفقة فارس اللي ربيت بهالدير بتعرف رفقة منيح، غنت لها من كل قلبها وعقلها مثل اللي عم بتغني لطفولتها الحلوة حول أمها والدير.
صوتين رائعين انتزعوا الآهات والدموع وخلونا نسافر ولو لدقائق عمطرح ما هي رفقة. بأداء رائع للألم كان جوزيف ساسين عم يتحدى حاله، عم يتحدى الألم الجواته اللي عاشوا فترة تمارين المسرحية لأنه فقد أخته بالحياة، وكانت المسرحية لقاله العزا الأكبر من هيك. جوزيف ما مثل الدور لأنه كان عايشه لدرجة أنه تخطاه بإيمان وفرح رفقه. أما توني معركش اللي له 7 سنين ما طلع على المسرح، سحبته رفقه من عزلته الفنية ولبسته توب الفرح وقالت له خليك حدي مثل ما أنا حدك. أبدع توني قبل إبداع جوزيف وفاجينا الوجه الآخر لرفقه الإنساني. 150 شاب وصبية ملتزمين منتسبين أوفياء لجوقة القديسة رفقة، مؤمنين بروح الجماعة وبدور الفن والموسيقى بترسيخ الإيمان من خلال تهذيب النفس وترقية الروح للاستعداد لمحاكاة الخالق. 150 شاب وصبية من كافة الأعمار والاختصاصات والمناطق البترونية جمعتهم حول رفقة بواسطة راهبة لبنانية مارونية آمنت بدور الفن والفكر والحضارة. هي اللي متأكدة إنه الموسيقى صوت الله لما تكون لله، وأدركت بإدارة رئيسة الدير ودعم وبركة الرئيس العامة إنه العلاقة بين الدير والرعية والله ثلوث بيثبتنا أكثر بمجتمعنا المسيحي والوطني بشكل عام. فكيف إذا كانت الجامعة هي الموسيقى والقديسة؟ تمارين كثيفة مع الإخت مارانا على الموسيقى ومع جورج خباز كاتب ومخرج العمل. خمسين عازف وعازفة من أعلى المستويات بعالم الموسيقى الأكاديمي عزفوا لرفقة أنغام كتب الشوق بأنامل إلهية من خلال مبدعينا. فكانت رفقة مغنات ممسرحة على مسرح جامعة سيدة لويزة بدعم كبير وحب أكبر من إدارة هالجامعة اللي اعتبرت أنه رسالة وحدة ولو تعددت الأسماء. فتبنت استقبال المسرحية بصرحة ومسرحة وقدمت لها فريق عمل رائع كان بخدمة العمل. من بعد ما آمن فيه وانتمى له فحس حاله فريق العمل ببيته. رح تتألم كتير. الله معي. رح يتفكك جسمك. الله معي. رح يحضروا عظامك. الله معي. رح تعليك تسحبي. رح أسحب فوق بالأربين. رح تلقى عيني تاني موجودة. حوارات فلسفية بسيطة بظاهرة لكن عميقة، ترانيم تنشد للعلا، تواريخ بتنكتب من جديد برؤية جديدة ومشهدية فريدة، موسيقى بتطير للسماء مروراً بسمع المستمعين لتلهو بقلوبهم ويتركوا المسرحية مدهوشين مجدين الله كل واحد على طريقته. لست أنا من كتب العمل، إنه صديق رفقة الروح القدس. هيدا اللي قاله جورج خباز بعد ما خلص العمل وشكر رفقة لأن اختارته تيكون ألم من أقلامها. نامي خلي الأحلام بالحب تتوج عذابك، نامي جاي أيام الوجع يخاف من ترابك. مش هيدي روح الأنجلي الجديدة اللي حكي عنها ووصى فيها البابا فرانسيس؟